أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلابي طلاب الصف السابع في شرح لأبرز ما سيتم طرحه خلال الفصل الدراسي الأول الأسبوع الأول من مادة اللغة والأدب. إذن هدفنا اليوم التعريف بمحتويات الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني. أذكر بأن الوحدة التي سنقوم بدراستها هي بعنوان الليل والنهار، حيث سنتحدث عن فن من الفنون الأدبية وهو فن المسرحية أو فن المسرح. أذكر بالمفاهيم المتصلة بهذه الوحدة. المفهوم الرئيس هو التواصل، ومن المعروف أن فن المسرح يعتمد اعتماد كلي على التواصل. أما المفهوم ذو الصلة هو الموضوع ضرورات الجمهور، لابد أن كل مسرحية تعرض موضوعاً معين حتى بغض النظر عن نوعها إن كانت كوميدي أو تراجيدي، وهناك جمهور. أما السياق العالمي هي العولمة والاستدامة. نلاحظ أن المسرحيات تنتشر في شتى أنحاء العالم وهي ليست محصورة على ثقافة معينة. أما عبارة الاستقصاء، يتواصل الكاتب مع جمهوره من خلال فن المسرح بطرح موضوعات تتضمن سمات عالمية مشتركة. سنبدأ هذا الأسبوع بالتعريف بفن المسرحية، حيث سنتوصل إلى أن فن المسرح هو أحد الفنون الدرامية التي تقوم على تقديم العروض بشكل حي ومباشر، بحيث يسبق هذه العروض تخطيط وتنظيم دقيق جدا لإيجاد شعور متماسك وهام للعمل المسرحي والدراما. وكلمة مسرح تعود في أصلها إلى اللسان اليوناني، ويعتبر الفن المسرحي هو أحد الفنون الدرامية التي تؤثر على الجماهير بشكل كبير، وذلك لأنها تجمع بين التمثيل والغناء والرقص. وكما قلت قبل قليل، من خلال التواصل سيستخدم الجمهور أثناء رؤيته للعمل المسرحي حواسه كالسمع والبصر، لذلك فهي تترك انطباع وتأثير كبير على المتلقي، فلكل عمل مسرحي رسالة يسعى إلى إيصالها للجمهور، وهذه المفاهيم التي ذكرتها أنا قبل قليل. أما عناصر الفن المسرحي فهي مختلفة، منها النص، العملية، العمل الفني والجمهور. ولا بد عزيزي الطالب أن هناك مسرحيات قمت بسماعها أو رؤيتها، منها مسرحية هاملت وروميو جولييت ويوليوس قيصر إلى غيرها من المسرحيات. نحن سنتناول في هذا الأسبوع المسرحية الشهيرة بعنوان شريعة الغاب، وهي لأمير الشعراء أحمد شوقي. سنتحدث عن الكاتب، كاتب هذه المسرحية وهو أحمد شوقي. سنتعرف على بعض المعلومات الهامة عنه، ثم سندخل لقراءة هذه المسرحية والتعرف إلى أبرز المفردات الجديدة فيها لنوظفها ونستخدمها في تعبيرنا وإنشائنا، ثم بعد ذلك سنقوم بتحليلها والوصول إلى القيمة المستفادة من هذه المسرحية. إذن عزيزي الطالب، ستتوصل إن شاء الله في هذا الأسبوع إلى القيمة المستفادة من هذه المسرحية، حيث عرض أحمد شوقي فيها بعض الحيوانات المفترسة والحيوانات الماكرة والحيوانات الضعيفة، وكل حيوان يدل على عضو من أعضاء السلطة الحاكمة. ومن الحيوانات التي ذكرت في هذه المسرحية الأسد، حيث يتصف بأنه الحاكم المستبد المعجب بقوته ويمتاز أيضا بالحكمة. سنذكر كل حيوان والصفات التي عرف بها، سنقوم بتقمص هذه الشخصيات أثناء الحصة في حصص القراءة، ثم سنقوم بتحليلها. لا تنسى عزيزي الطالب القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لك، حيث يتم إرسال مهمتين في كل أسبوع، منهما ورقة تقوية خاصة بالمهارات التي نقوم بشرحها. وأذكر عليك الرجوع إلى صفحة المنصة التعليمية، حيث تحوي
شرحاً مفصلاً لكل درس من هذه الدروس التي قمت بذكرها الآن. أشكر استماعكم وأراكم في حصص قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.